مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج المجله الطبيه. زي ما تعودنا دايما بنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد في عالم الطب والصحه. بيشرفنا ويسعدنا النهارده انه يكون معانا الدكتور رامي صلاح الدين، اخصائي العلاج الطبيعي والتاهيل وماجستير قسم اعصاب. منورنا دكتور رامي، وسعداء بلقاء حضرتك النهارده. انا سعيد حبيبي. الفتره اللي احنا فيها دي في شكوى كتير بتتكرر عند ناس كتير. تمام. بالبلدي كده تلاقيه بيقول لك انا جسمي مكسر. تمام. كتفي كده صحي مش قادر يعني ايه احرك، وتحس ان عضلاته كلها ايه متيبسه، ما تعرف هو ارهاق ولا راحه زياده عن اللزوم. نشوف اول خبر في مجلتنا ونبدا حديثنا. اتفضل. خبرنا بيقول العلاج الطبيعي يكافح الام الكتف. اكدت اختصاصيه العلاج الطبيعي الالمانيه ان العلاج الطبيعي يغني احيانا عن جراحات الكتف، اذ يعمل على الحد من الالم واعاده القدره الحركيه الى المريض. واردفت رئيسه الرابطه الالمانيه الاختصاصيه لعلاج الطبيعي المستقلين في مدينه بخوم، خلال العلاج الطبيعي يتم اكتشاف السلوكيات والاساليب الحركيه الخاطئه التي ادت الى حدوث هذه المتاعب من الاساس. واضافت انه يمكن للمعالج الطبيعي تحديد المنطقه المصابه من الكتف عن طريق نوعيات متعدده من الاختبارات، ثم يقوم بعلاجها بشكل محدد. يمكن الخبر ده لو نقدر نحط له عنوان كده، الوقايه خير من العلاج. تمام. ان في من اشهر الالام اللي بنواجهها الام الكتف والجزء العلوي. تمام. تلاقي واحد كتفه حصل له تيبس كده، من ولا قادر يرفعه ولا ينزله. ليه؟ ايه الحكايه؟ هقول لك. بص، هو الكتف عامه مش مفصل واحد زي ما الناس متخيله، هو عده مفاصل مع بعض بتساعد على ان المجال الحركي بتاع الكتف يبقى واسع، بحيث الناس تقدر، اللي يقدر هيشتغل يحط ايديه لفوق، اللي بيلعب اي رياضه يقدر يحرك كتفه بطريقه سليمه وفي مجال واسع. الكتف زيه زي اي مفصل، في بعض الاكياس المليئه بالسوائل في اواخر العظم بتساعد، بتقلل الاحتكاك اللي موجود ما بين الاوتار بتاعه العضلات والعظم، وفي اربطه وفي عضلات بتغطي الموضوع ده كله عشان تقدر تحافظ على الاستابيليتي او الثبات والاتزان بتاع المفصل. الاسباب بتاعت وجه الام الكتف ليها كذا سبب. السبب الاول ان هو ممكن يكون غير معروف الكوز، غير معروف السبب، مجرد واحد نام لوحده كده. ممكن يكون واحد نام نومه غلط، صحي من النوم لا وجع في كتفه، واحد مثلا شال حاجه تقيله مره واحده وبعد كام يوم بدا يقول انا بدات احس بكتفي، هو نسي اصلا اوريدي ان هو شال حاجه تقيله. فدي اسباب يعني مجهوله المصدر. تمام. في اسباب تانية بيبقى نتيجه مثلا واحد عنده مشاكل في رقبته، ممكن الالم ده يسمع الم الرقبه يسمع في الكتف. في الكتف طبعا. لو في مشاكل في الغضاريف وضغط على الاعصاب في الغضاريف ممكن يسمع في الكتف. اي تيبس في عضلات الرقبه ممكن يسمع في الكتف. في بعض الناس اللي بتعاني مثلا من مرض السكر، مرض السكر ممكن يؤدي الى تيبس في الكتف، والتيبس ده معناته ان الحركه، المجال الحركي بتاع المفصل بيقل، وبالتالي بيبقى في وجع، مجرد حركه بسيطه في المفصل تبدا يحس بالم. في اسباب كتير قوي، امراض مناعيه، واحد مثلا بيمارس رياضه بطريقه عنيفه وكتفه غير مجهز للتعامل مع الرياضات دي زي السباحه زي التنس زي الهوكي، يبدا يحس بالم في كتفه. الناس من اللي هي الناس العمال اللي بيشتغل بيرفع ايده فوق ويجيب حاجه عاليه، يزق حاجه وايديه في مجال عالي والعضلات ضعيفه، بيبدا يحصل المشاكل دي وبالتالي بيحصل الالم. طب احنا بقينا اساتذه وماشيين بالمثل اللي بيقول اسال مجرب وما تسالش طبيب. تمام. فلما بيبقى واحد حصل له مشكله في كتفه، تمام، فبيسال واحد كان حصل له كده قبل كده، فبيقول له لا ده انا جبت من الصيدليه كريم ولزقه وظبطوا لي الدنيا والامور تمام ومش محتاج اروح لدكتور ولا حاجه. بص، الكلام ده ينفع؟ انا هقول لك، التعامل مع الالم موضوع سهل جدا، انت مجرد ممكن تاخد مسكنات وحاجات مضاده للالتهابات، ادويه، وتلاقي الموضوع بقى بسيط، بس انت كده ما عالجتش المشكله، مجرد ما هيروح تاثير المسكن او تاثير الكريم اللي هو المخدر الموضعي او او او، ده مش هو ده العلاج، لان انت كتفك يقدر يتعامل في الحياه الطبيعيه بعد كده، انت مجرد ممكن يعدي عليك اسبوع اسبوعين شهر شهرين وتبدا ترجع تحس بالالم تاني، بالذات ان الكتف ده من المفاصل المهمه جدا في الجسم، لانه بيشتغل تقريبا في جميع، حتى وانت نايم يعني ممكن تنام على كتفك، ممكن تتقلب تتعدل ولا غنى عنه، مجال الحركه بتاعه واسع في كل حاجه. بالظبط. فانت عشان تبقى جاهز لازم اول حاجه تعالج الالم، مفيش مشكله خالص، تعامله ممكن وانت في البيت بحاجات بسيطه خالص، مجرد استخدام التلج اصلا بيقلل. طب انا قبل ما ندخل في دي دكتور رامي، هو الام الكتف دي هل نقدر في منها انواع؟ يعني بمعنى ان ده حاجه مزمنه اللي جات له مره فهتبدا تتكرر معاه باستمرار؟ بص انا هقول لك، هو حسب السبب نفسه،
يعني الناس اللي بيبقى عنده مشاكل مثلا في عضلات الرقبه نام غلط وبتاع ويبدا يحس انه يؤمن النوم، حاسس ان كتفه بيوجعه، ده مجرد سبب عارضي ممكن نتعامل معاه وبالتالي بيقل الالم وعن طريق العلاج الطبيعي بيبدا يختفي. في بعض الالام المزمنه اللي بتطول مع المريض زي المشاكل التيبس، تيبس في المفصل، اغلب الناس اللي بتعاني من مرض السكر بيبقى عندهم تيبس في مفصل الكتف. ده الالم ده بيبقى مزمن لان المجال الحركي قليل جدا، تيبس مفيش مش قادر يحرك كتفه لفوق ولا قادر، ودايما الوضع ده بالنسبه له مؤلم جدا والوضع ده بالنسبه له مؤلم جدا، تمام؟ فالمجال الحركي قال نتيجه ان المفصل نفسه اتقفل خلاص، وبالتالي الالم بيزيد، وده الالم ده بيبقى مزمن، ممكن علاجه ممكن يوصل يبقى سنتين. سنتين عشان يقدر يتخلص من ده، بقول لك الماكسيمم يعني، يبقى عشان يتخلص من المشاكل اللي موجوده في الكتف والكتف يرجع لطبيعته بصوره طبيعيه يعني. طب هل نقدر نقول من ضمن الاسباب ان يكون حد مثلا كان رياضي، كان بيمارس رياضه بشكل معين، قعد فتره، واحد خرج معاش، قعد، الكلام ده ليه دور؟ يعني كان واحد متحرك متعود على الحركه بشكل مستمر وبعدين قعد، ده ممكن يبقى سبب من ضمن الاسباب اللي تؤدي لالام الكتف؟ سبب بس برضو مش سبب رئيسي يعني. السبب الرئيسي هي السلوكيات. انت لو طلعت على المعاش، ايه اللي يمنعك ان انت تمارس رياضه وان انت يبقى مفصلك مجاله مجرد حركات بسيطه، مجرد ان انت تحافظ على المجال الحركي بتاع مفصل الكتف؟ فبالتالي مش يعني انت ممكن حاجات كتير قوي ممكن تتعمل في البيت مش محتاج ان انت تروح احنا بقى النهارده احنا هنستغل وجود حضرتك معانا فهتقول لنا على الحاجات دي، احنا مش عايزين نروح لدكاتره العلاج الطبيعي. لا فعايزين عايزين ايه الحاجات؟ يعني انا صحيت من النوم لقيت كتفي وجعني مش قادر احركه، تمام، في الم شديد فيه، في حاجه انا ممكن اعملها بنفسي؟ بص احنا هنتكلم اول حاجه، خلينا نتكلم عن الوقايه، ان انت اوريدي دلوقتي الدنيا بسيطه عندك وسليمه ومفيش وجع مفيش الم، ازاي اقدر احافظ على كتفي ان هو ما يوصلش للمشاكل سواء كانت مجرد الم او تهتك اربطه او اصابه عضلات او تيبس لا قدر الله في حالات الناس اللي بتعاني من مرض السكر او بعض الامراض المناعيه. فخلينا نقول ان انت مجرد بس ان انت مجرد الحركه، اول حاجه انت ممكن مثلا تستخدم حاجه تدفئه، تدفي كتفك باي شكل من الاشكال، دش دافي، فوطه دافيه تحطها على كتفك. التدفئه دي بتساعد على زياده المرونه بتاعه الاربطه والعضلات وبالتالي بتبدا تحرك بطريقه اسهل شويه، تمام؟ يعني انت اخدت الدش دافي لمده 15 دقيقه وبعد كده تبدا تمارس الرياضه. مجرد الحركات البسيطه ان انت مجرد تحرك كتفك في المجال الحركي بتاعه ده بيدي مرونه زياده للمفصل. انت الشخص لما بيكبر او يطلع على المعاش بيبدا المجال الحركي بتاعه يقل، يعني تقدر تقول له ارفع اخره هنا خلاص، القوه العضليه مش قادره تاخده لفوق. مجرد المرونه البسيطه حتى في مجال حركه كتفك دي حاجه كويسه جدا، حتى مش لازم يوصل لاقصى مدى بالنسبه له لكن يبقى في حركه مستمره. مع الوقت الوقت هيبدا المجال الحركي يزيد، لانه انت عارف، هقول لك على حاجه، ان ممكن من ديسيوز او عدم استخدام المفصل يوديك للتيبس، مش شرط يبقى عندك مرض، ممكن انت مثلا واحد عايش حياته، دي ممكن كنا بنبدا يعني ممكن الراحه الزياده طبعا تؤدي الالام في الكتف برضه. طبعا احنا دلوقتي اوريدي العالم كله والدنيا كلها والحياه بقت مسخره لان انت تبقى قاعد كله بالريموت وانت قاعد على مكانك فعلا مكان الريموت، مجال حركه الكتف مش موجود، قاعد على اللابتوب الكيبورد المجال الحركي للكتف مش موجود، وسائل ترفيهيه عاليه جدا، يعني مفيش مجال حركي للكتف ان هو يخرج بره المجال اللي انت متعود عليه. مع الوقت تتكلم في سنين، مع الوقت بيبدا يحصل التيبس، والتيبس ده ارخم حاجه ممكن يقابلها الشخص في حياته يعني. والتيبس ده يعني بالبلدي كده يعني ايه تيبس؟ التيبس ده عباره عن ان انت هقول لك لما الكتف ما بيتحركش او الناس اللي بتعاني من امراض بيبدا يتكون شويه فايبر، حاجات تبدا تقفل المفصل وتبدا المجال، انت خلاص انت قفلت يعني المفصل، فالحركه مش بالصوره الطبيعيه اللي هي، تمام؟ وبالتالي يحصل التيبس، مع الوقت دي بتزيد قوتها. لا انا مش انا كنت متخيل ان التيبس ده مثلا ان العضلات حصل لها مش هنقول ضمور ولكن ضعف في العضلات نفسها، ده احد الاسباب، ده من احد الاسباب اللي تؤدي الى التيبس. انما التيبس بقى لا، توضيحا كده، التيبس زي ما انا قلت لك ان هو الكتف نفسه ما بيخرجش بره المجال الحركي بتاعه، فبيبدا الكتف يقفل، المفصل نفسه يقفل، اي مفصل يعني ايه يقفل بقى؟ مش بيقفل، بيتكون بعض الاربطه والاخشيه تبدا تقفل المفصل نفسه، تمام؟ يعني مثلا واحد مثلا بيتكسر او يحصل له خلع في كتفه ويبدا يتحط في كبيره لمده مثلا شهور لغايه بعد ما يترد كتفه عشان يحصل هيلينج ويخف ويبدا كويس، بعد ما بيبدا يفك ويرجع للحياه الطبيعيه المجال الحركي مش طبيعي لان الكتف فضل مقفول وضيق المجال الحركي بتاعه مده طويله جدا. علشان كده دايما يقولوا بعد الجبس والكلام ده لازم تتابع مع دكتور العلاج الطبيعي بالظبط عشان يبدا يرجع طبيعي، تمارس حياتك بشكل طبيعي بالظبط. ففي بعض الحالات اللي هي بتبقى خلاص وصل لماكسيمم بين الالم لدرجه فظيعه شديد جدا ما بيقدرش خلاص يخرج، بيبدا هنا التعامل بيبقى صعب،
بالتالي يبقى دور العلاج الطبيعي بيبقى هو رقم واحد للتخلص من المشكله دي وبياخد وقت. طب انا قبل ما هو نمره واحد للتخلص من المشكله، هو انا امتى اروح يعني، يعني انا هعمل ايه الاول لو ما جابش نتيجه فانا هروح للدكتور علشان اشوف المشكله؟ بص احنا اهم حاجه ان انت تروح للدكتور الاول، تمام؟ مجرد احساسك بالالم لازم تلجا لشخص محترف يبدا يحدد لك الالم ايه سببه. هل سببه اربطه؟ هل سببه عضلات؟ ممكن يحصل تضخم في الاوتار العضليه ويبدا احتكاك، يعني يبقى انت بتتكلم في المجال الحركي بتاع الكتف بسيط جدا ومخك يروح لتيبس، لكن هو اوريدي حصل مجرد التهاب في وتر العضلات سواء عضله الساعد او عضلات الكتف، حصل فيها نتيجه الاحتكاك مع العظم الكتير مده طويله يبدا يحصل التهاب. فانت ممكن تعالج حاجه، تتعامل مع حاجه وانت خلينا صراحه دكتور رامي، احنا مش هنصحى الصبح نلاقي كتفنا وجعنا فهنروح للدكتور، لازم بنلجا للحاجات الطبيعيه كده الاول. تلاقي في كريم مسكن كده في البيت مركون للطوارئ، بنروح جايبينه دهنين بيه شويه كده، شوف الدنيا هتروق ولا مش هتروق. هي من ناحيه هتروق ممكن تروق، ما في مشكله خالص. انت مجرد ان انت لو استنيت شويه، هديت كده يومين ثلاثه ومن غير ما تطلع حركه دراعك بالتفكير القديم او مش هنقول التفكير العلمي، مجرد ما تقلل الحركه بتاعت كتفك يومين ثلاثه بترجع لطبيعتك. ده صح جدا. طيب لا ده مش صح، ده مش علاج. طب ايه بقى يعني؟ انت كده اتحكمت زي ما قلت لك، انت اتحكمت في الالم، في الالم بس. بس يعني انا مثلا لو الم الكتف ده استمر معايا مثلا اكتر من يومين، لا خلاص يبقى كده في سبب. ده لازم بقى ساعتها مش بمزاجي، انا لازم اروح للدكتور. خلاص اتعاملت معاه التعامل الطبيعي، ان انت مثلا زي ما قلت لك ممكن التلج له دور كبير قوي جدا في ان انت تتحكم في الالم، لو اتعاملت مع التلج وتعاملت مع الكريمات والوضع اختفى خلاص عيش حياتك ما فيش مشكله خالص. لكن لو الالم استمر وحصل ريكرنس بدا يتكرر تاني، خلاص يبقى هنا في سبب عضوي قوي لازم تدخل الطبيب عشان يقدر يحدده بالتشخيص وبالاختبارات. طيب. زي ما انا قلت في انهي طبيب بقى؟ احنا هنروح للعظام ولا نروح لعلاج طبيعي؟ العظام هو بيبدا يحدد السبب المشكله عن طريق يعني انا كدوري كعلاج طبيعي ان انا بعمل شويه اختبارات للكتف، ببدا اعرف عن طريقها هل المشكله مشكله عظم، مشكله مفصل، هل مشكله عضليه، مشكله اربطه. كذلك اخصائي العظام برضو بيتصرف بنفس الطريقه. دي نقطه مهمه دكتور رامي، لان الثقافه المتعارف عليها عندنا ان في شريحه كبيره من الناس بتقول احنا نروح لدكتور العظام، دكتور العظام لو شاف ان دي في احتياج للعلاج الطبيعي فهو يوديه بيحوله على اخصائي العلاج الطبيعي. لكن معنى كلام حضرتك كده ان ممكن انا في الم في الكتف ان اخصائي العلاج الطبيعي هو بيحدد لي اذا كانت المشكله دي برضه هي محتاجه دكتور عظام ولا جاست ان هي بس محتاجه تدخل من العلاج الطبيعي بتمارين معينه بوضع معين. صح اللي انا فاهمه ده كده؟ هقول لك انا اخصائي العلاج الطبيعي مؤهل علميا وعمليا للتعامل مع الاصابات دي، يعني هو جاهز لتشخيص المشكله اللي موجوده في الكتف سواء كانت سببها اربطه، عضلات، عظم. زي ما قلت لك لو في مشكله محتاجه تدخل جراحي محتاجه دور الدكتور العظام يبقى موجود، واحنا عندنا ثقافه التيم ورك مش موجوده اصلا، يعني احنا يعني ضعيفه جدا في مصر. فانا شايف ان هو مش فكره ان انا اصحى من النوم اروح لدكتور عظام ولا اروح لدكتور علاج طبيعي، انا في الاخر عايز ابقى كويس، ما يهمنيش دور هل هو اخصائي عظام او اخصائي علاج طبيعي. بس انا زي ما بقول لك ان اخصائي العلاج الطبيعي جاهز لانه عمليا وعلميا لتشخيص المشكله اللي موجوده في الكتف عن طريق زي ما انت قلت في الخبر بتاعك ان الباحثه الالمانيه قالت ان هو ممكن عن طريق بعض الاختبارات ممكن تتعمل للكتف عن طريقها بتبدا تحدد المشكله موجوده فين. وفي بعض مثلا لو مشكله زي مشكله تيبس الاشعاعات السينيه الاكس رايز بتوضح، يعني ممكن اخصائي العلاج الطبيعي بيطلب بعض الاشعاعات معينه عشان توضح له برضه طبعا عشان تبقى الدنيا واضحه بيبان شكل المفصل. انا مصر ليه على النقطه دي دكتور رامي؟ لان في عند كتير من الناس بتلاقي دور العلاج الطبيعي احيانا بيبقى مهمش، بمعنى انه بيعتبر مش علاجي. في ناس بتنظر لها كده، دي مشكلة كانه دور مكمل. يعني لا دي مشكله ثقافه. ما هي الفكره في عشان كده انا بقول ايه يعني اما اروح لمين يعني عايز اوضحها. لا انا عايز هقول لك الحاجه، يعني الدكتور العلاج الطبيعي ده هو فاهم وعارف الجسم ده فيه ايه وتشريحه ايه والكتف بيتحرك ازاي وفي عضله هنا بتعمل ايه مزبط. وانا اتعامل معاها ازاي يعني بالظبط جاهز. هو مش يعني مش بينفذ فهمني. كلام دكتور عظام مثلا لا والله احنا في مشكله هنا بقى بيتحركش كويس خليني ده يتحرك كويس وخلاص. فهو حافظ شويه تمارين او شويه حاجات بتتعمل وخلاص يعني. لا ما هو زي ما قلت لك ان المشكله ان احنا في مصر عامه في جميع المهن سواء كانت طبيه او غيرها في بعض الناس اللي بتهين المهن يعني. لكن العلاج الطبيعي اخصائي العلاج الطبيعي الصح الدارس المتعلم جاهز بنسبه 100% للتعامل تشخيصي وعلاجيا. تشخيصيا دي نحط تحتها 100 خط بقى. مليون خط. تشخيصيا انا قادر، انا ما عنديش مشكله، انا دارس جميع الدراسات اللي تؤهلني كاخصائي علاج طبيعي ان انا احدد المشكله. بل بالعكس انت زي ما بتروح لدكتور العظام انت كل مشكلتك كمصري ان انت تتعامل مع الالم، تتعامل مع الوجع. ما هو يمكن من ضمن الاسباب اللي خلت الثقافه دي موجوده شويه احيانا بتلاقي واحد كده ايه يعني متوسم في نفسه ان هو يعني الامور تمام، فعنده مثلا حد تعبان في البيت
والده ووالدته، فجه دكتور العلاج الطبيعي عشان يعمل جلسات. فهو تخيل ان ايه اول جلسه تاني جلسه ايه ده وعمل ايه يعني؟ طب ما انا اعرف اللي اعمله كانه هو اللي اتعمل اول جلسه وتاني جلسه، هو ده اللي هيتعمل على طول، ان مفيش برامج مختلفه في الموضوع ده. فيبدا يتدخل هو يعني شفنا حالات من دي كتير، فيقول لك طب خلاص ما انا عايز اقول لك اعمل انا بقى يعني. انا هقول لك الحاجه، انا عملت مع ناس دكاتره اساتذه دكاتره في مناصب عاليه جدا بتتكلم بالطريقه زي اللي انت بتقولها دي، يعني يجي يتكلم معاك يقول لك انت مش ممكن المريض في البيت. الجزء شغل البيت ده جزء مهم جدا، ان المريض يشتغل مع نفسه لو زي ما هنقول بعد كده بالظبط، لانه ممكن بسهوله جدا يضر نفسه، ممكن بسهوله جدا يقطع وتر، بسهوله جدا يقطع اربطه، بسهوله جدا ممكن يبقى بيعالج كتفه وهو مش واخد باله انه بيبوظ الدنيا فوق في رقبته. وهي مش برامج ثابته، لا هي مش برنامج ثابت يعني، مش انا عملت الحركه دي كده فانا دي اللي هفضل اعملها كل يوم. لا يبقى احنا خلاص كده لا يبقى احنا خلاص كده دورنا منتهي. لا الموضوع مش ثابت، بيختلف من مريض للتاني. الموضوع مش مجرد حركه تشوفها على النت او تشوف صوره وتعمل زيها، لا خالص. ممكن تجرب تعملها يعني. لا ممكن لوحدك تجرب تعملها بدون استشاره الطبيب وتبدا تحس بوجع وتحس بمشاكل. طيب نشوف خبر من جلتنا نستكمل حديثنا. العلاج الطبيعي والتاهيل بعد الكسور والاصابات للرياضيين. يعتبر العلاج الطبيعي والتاهيل احد فروع الطب الرياضي الحديث، والذي يعمل على استعاده الرياضي ما قد يفقده من قدره حركيه ومهاريه نتيجة لإصابة قد يتعرض لها أثناء مزاولته لأحد الألعاب التي يمارسها. ويقوم هذا الفرع من العلاج على استخدام بعض نظريات العلوم الفيزيائية بصورة مقننة وعلى ضوء الفحوصات الطبية التي تحدد نوع الإصابة. يقوم أخصائي العلاج الطبيعي بوضع الخطة العلاجية والتي تتناسب مع طبيعة ونوع الإصابة بهدف استرجاع النشاط الوظيفي للعضو المصاب وإعادته إلى حالته الطبيعية. يمكن الخبر ده دكتور رامي يمكن بيأكد اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه. تمام. لا هو وارد ان اخصائي العلاج الطبيعي انه يطلب انا عايز اشعات. تمام. اشوف ودوره في الاساس انا عايز اوصلك زي ما كنت. يعني انا ارجعك للوضع اللي انت كنت فيه عليه. علاج. صح كده؟ اسمه علاج. علاج علاج هو يعني انت في بعض المشاكل العضويه للجسم دور العلاج الطبيعي فيها هو رقم واحد، ودور اخصائي العظام او اي اخصائي ما هو الا دور تشخيصي فقط لا غير، ان هو بيبدا يقول لي مثلا زي ما انت بتشوف مثلا في اصابات الملاعب في مباريات كره القدم، ان انت دور الطبيب ان هو بينزل يقول ده اوريدي عنده رباط صليبي، ده عنده غضروف، شخص انا اللي برجع لعيب تاني يرجع يقف على رجليه ويلعب تاني. لو اخصائي العلاج الطبيعي غير مؤهل في فرقه مش الاصابات كده، ده شرط اساسي لازم تلاقي اخصائي علاج طبيعي او مؤهل علميا وعمليا بالدرجات العاليه جدا، وبيبقى دوره الرئيسي اصلا في جميع النشاطات الرياضيه يعني. طب نرجع بقى لموضوع الكتف. تمام. لقيت كتفي وجعني، صحيت من النوم لقيت كتفي وجعني. تمام. اعمل ايه في البيت الاول؟ هقول لك احنا خلينا نتعامل مع الالم خالص، ان احنا مثلا نجيب كمالات تلج ونحطها على الكتف. التلج بيساعد بيعمل كدور مخدر موضعي زي الكريمات، ممكن افضل بكتير كمان منها، ان هو بتبدا تحس بالالم بسيط. بعد كده بتبدا تشتغل بعض التمارين زي ما قلت لك، مجرد الحركه دي في حد ذاتها دي اسمها رينج اوف موشن اكسرسايز، مجرد حاجات بتزود المجال الحركي للكتف. بعد كده دورك اطاله وتقويه. بمعنى اطاله دي يعني انت بتبدا تطول تساعد على اطاله الاوتار. الكلام ده بنفسي؟ تقدر تعملها بنفسك، مفيش مشكله خالص. طالما الدنيا بسيطه وانت خلاص اطمنت ان انت المشكله اللي عندك مشكله بسيطه، مش مشكله قاسيه، مثلا تهتك في الاربطه، قطع خلع في الكتف، مشاكل في كده، فانت التعامل في البيت ده بسهل جدا. إيه نقدر نفيد الناس بيه يعني، ممكن يشتغلوا في البيت عادي جدا. في بعض التمارين تستخدم ان انت اطاله للكتف في لعضلات الكتف. اقول لك مثال بسيط، ممكن تبقى مثلا على جانب ترابيزه مثلا وحاطط كتفك دراعك عليها كده في متناول كتفك، وتبدا تنزل برجلك لتحت ومحافظ على دراعك، بيبقى الدراع بيتحرك بالمنظر ده وانت بتنزل. ده مجرد يعني الايد بتطلع وتنزل على الترابيزه عادي؟ لا الايد ثابته، احنا اتفقنا ان الترابيزه ثابته. بطلع بجسمي انت كده انت مثلا جانب الترابيزه بالمنظر ده تبدا تنزل برجلك، بتتني رجلك اوتوماتيك، انت بتبدا لغايه لما تبدا تحس بالالم. طبيعي انك تحس بالالم. لو قرصت على نفسك سنه بسنه مفيش مشكله خالص، بيحصل ممكن يحصل شويه سولينج، يحصل شويه تورمات بسيطه في المفصل ساعه ساعتين وبتبدا تختفي تماما. في شكل تاني من الاربطه، ان انت مثلا بتجيب ده وظيفته ايه الاول اللي حضرتك قلته؟ ده مجرد ان هو بيعمل اطاله للعضلات الكتف من تحت، ومجرد بيعمل يعني برضو سخنها كده مثلا. لا اطاله بتطول. الطول ده بيدي مجال حركي اكتر للمفصل، وبالتالي كميه الالم بعد كده يعني لما تيجي تبدا تعمل تقويات للعضلات تبقى جاهزه، ان انت لما تشتغل لتقويات لعضله طويله افضل من ان انت تشتغل تقويات لعضله قصيره. تمام. ده تمرين. في تمرين تاني خالص برضو نفس الشكل، انت ممكن تقف قدام تيبل ترابيزه عادي خالص جدا ومدد ايديك، وتبدا تنزل وتبدا تعمل حركه بالمنظر ده، تبدا تعمل اطالات برضو لمفصل الكتف، وتبدا برضو تزود المجال الحركي للكتف. ممكن تجيب فوطه
عادي جدا خالص ماشي تمام، وتبدا تمسكها بطريقه عكسيه، انت دراعك التاني بقى خلاص هنعتبره هو الاخصاء العلاج الطبيعي بتاعك وهو اللي هيتحكم معاك، بتمسك الفوطه بالمنظر ده كده ونعتبر ان الايد اليمين هي المصابه، ويمسك الفوطه بطرف كده وطرف كده ويبدا يشد من ورا ظهره، من ورا ظهره يبدا يشد، ده بيزود الحركه دي مؤلمه الى حد ما للناس اللي بتعاني من مشاكل تيبس في الكتف، بس ده هيزود المجال الحركي للكتف. احنا اتفقنا خلاص في الاول تعاملنا مع الالم ونبدا نتعامل. طب انا اعملها دي قد ايه يعني كم مره؟ 5 مرات 6 مرات بتختلف من مريض لمريض، في بعض المرضى انه اوريدي اثليت اصلا رياضي وبالتالي ممكن يعمل له 10 مرات 15 مره، في شخص ممكن يبقى خرج على المعاش والتعامل مع الارقام الكبيره بالنسبه له هيبقى صعب، بس خلينا ماشيين تدريجي. بس هو لا لو بعمل الحركه دي كده والفوطه ورا ظهري ولقيت في الم اتوقف؟ اثبت عند الالم والمره لها زود سنه، يعني الالم ده او المجال الحركي هيتحسن بيزيد معاك، مفيش مشكله. الالم ده ظاهره طبيعيه مفيش مشكله خالص، انت دلوقتي بتبدا تتعامل مع المشكله خلاص، مجرد الاطاله بالمنظر ده لازم يحصل وجع، لازم يحصل وجع، لان زي ما قلت لك ان التيبس ده او القصر ده بيقلل مجال الحركه، فانت لما بتخرج الحاجه بره مجالها لازم 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 يبقى في مشكله. طب الكلام ده ممكن اعمله وانا مش بعاني من المشكله؟ طبعا ده اللي انا كنت عايز اقوله لك في الاول. ان هو ده ممكن يبقى وقايه لحد طبيعي، يعني حد ما بيشتكيش بس هو بيعمل ده كده بالظبط فبيحسن من بيزود المجال الحركي. هو مثلا زي ما قلت لك شخص بيقعد على الكيبورد كتير مده طويله وبالتالي المجال الحركي او ماسك الموبايل على طول في ايده او بيسوق تبدا تيجي تقول له مثلا هات لي حاجه من على رف عالي، انا مش قادر في مشكله في كتفي. هو ما فيش مشكله، انت اصلا اوريدي ما استخدمتش كتفك في المجال ده، فالحاجات اللي احنا بنقولها دي ممكن يلجا لها وتساعده على انه يعمل حاجات ثانيه. خلينا نستقبل اتصال ونستكمل حديث معانا الاستاذه هدى من القاهره، اتفضلي يا فندم. نعم مع حضرتك يا فندم، حضرتك على الهواء اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن نكلم دكتور رامي؟ مع حضرتك يا فندم الدكتور رامي. عايزه استشيره بس في حاجه كده. هو مع حضرتك وسامعك يا فندم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايزه بس استشير في حاجه، يعني ما بنام على كتف اليمين بحس فيه تنميل بعده. تمام. طب انت بتقدري تحركي كتفك بقى يعني؟ بتقدري تحركي كتفك اصلا ولا مجرد احساس التنميل فقط هو المشكله؟ لا بعد النوم بعد الصحيان على طول كتف بحس فيه بتنميل كده. تمام. حابب تسال على اي حاجه ثانيه؟ لا مفيش مشكله. انت لجأت للطبيب قبل كده؟ لا 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 خالص، لسه بستشير بس دكتور رامي. ماشي طيب بنشكرك يا استاذه هدى، والدكتور رامي هيرد على حضرتك. بتنام على كتفها اليمين تصحى تلاقي فيه تنميل، ده علامه لايه؟ بص ده علامه لحاجات كتير. اولا ممكن يكون السبب ان هو مجرد النوم اصلا والضغط على الاعصاب ممكن يعمل احساس التنميل. تمام، انا ليه سالتها ان هي لجأت لطبيب قبل كده؟ يبقى معنى كده ان هي ما اشتكتش من المجال الحركي. هي مجرد احساس ان هو مجرد تنميل، نومه تقيله الدراع بيخدل زي اي وشويه بيفك فخلاص وخلاص والدنيا تمام. تمام، طالما ما لجأتش لطبيب يبقى المجال الحركي بتاع الكتف خلاص جاهز لانه يتحرك، وهي دي المشكله اللي ممكن نلجأ فيها للطبيب او يبقى في لينا دور. لكن مجرد التنميل مجرد احساس بيخف، مجرد لو خدت فيتامين بي 12 حاجه كده للمنشط الاعصاب الاحساس التنميل ده هيختفي. يعني موضوع بسيط، يعني مش حاجه قويه ولا حاجه تستدعي. لو مجرد الاحساس، لو هي بتشتكي من رقبه عندها مشاكل في الرقبه قبل كده وفي سابق ذاكره، ممكن يكون هو ده السبب للاحساس التنميل اللي موجود. يعني نقول للاستاذه هدى تروح لدكتور ولا تاخد الفيتامينات دي؟ لو بتشتكي من رقبتها تلجأ للطبيب. ترجع للطبيب. او ممكن يكون هو ده السبب الرئيسي للتنميل، ممكن ما يبقاش السبب ان هو مجرد تكون نايمه او تصحى من النوم تحس بالتنميل، ممكن يكون في بقيه اليوم عادي جدا، بالتالي تلجأ للطبيب. احساس التنميل ده دليل على ان الاعصاب فيها مشكله. تمام، ممكن يبقى في سكر مثلا او حاجه، اكيد الكلام ده بقى ليه دور. وارد وارد بنسبه برضو مش بنسبه كبيره، ممكن بيبقى السبب الرئيسي جاي من الرقبه عامه يعني. طيب احنا للاسف وقت حلقتنا قارب على الانتهاء. اتفضل. الوقت بيجري معاك بسرعه يا دكتور حبيبي. الموضوع الكتف بقى فيه عجاله، انا طب عملت الحاجات دي في البيت ومفيش نتيجه، اروح للدكتور؟ تمام، انت جيت لي الاول وانا قلت لك خلاص انت ما عندكش مشاكل عضويه قويه، انت ممكن تلجأ للاساليب اللي انا قلت لك دي، وفي تمارين كتير ممكن يستشير فيها المريض الاخصائي العلاج الطبيعي ويفيده فيها في البيت، ممكن يشتغل عليها ويبدا يحس بتحسن والدنيا تمام. لو جه عندي وانا بدات اكتشف ان في مشكله، مجرد ما في مثلا تهتك في الاربطه او مجرد الوتر بتاع العضلات في التهاب، انا ببدا اتعامل مع المشكله دي باساليب العلاج الطبيعي، بوصله لدرجه انه يلجا في البيت للحاجات اللي احنا قلناها دي يعملها بطريقه سلسه، ما يبقاش فيه الم، ما يبقاش فيه التهاب، ما يبقاش فيه مشاكل. اهم من ده كله، من اللي احنا قلناه ده كله، اللي هي التقويات.
تقويات العلاج الطبيعي للكتف، والوقت مش عارف هيسمح لنا ممكن نكمل في موضوع التقويات، لان هي دي ده السبب. تمارين تاني غير التمارين اللي انا قلتها دي؟ مجرد اطاله، مجرد بتجهز الكتف للتقويات. والله احنا معانا دقيقتين، لو نلحق ناخد تمرين او اتنين فيه تقوم لنا. طب انا هقول لك ان انت ممكن تجيب في بعض الثيراباند او الاساتك الطبيه، ممكن تشتريها من اماكن اجهزه رياضيه. مجرد مثلا ان انت مثلا بتيجي عند اكره الباب وتحط الاستك ده وطرف ايديك الناحيه الثانيه، مجرد بتشد الاستك ده بيقدم مقاومه كبيره جدا، تمام؟ وبناء على المقاومه دي بيحصل تقويات للمفصل، وتعكس الاتجاه الناحيه الثانيه، تخلي الاكره الناحيه دي وتبدا تشد الناحيه دي. ممكن وانت نايم على السرير خالص تبدا تزق تشد، تركب الاستك هنا كده وتبدا تشد الناحيه الثانيه. في كذا وسيله جدا ممكن المريض يتعامل مع نفسه في البيت عن طريق التقويات دي، اللي هي بتبدا تقويه العضلات نفسها بقى. تقويه العضلات هي دي اللي بتنقل المريض من حاله لحاله ثانيه خالص. احنا العضلات دي هي يعني الكفر الرئيسي للجسم، كل ما كانت قويه، كل ما كانت مرنه، كل ما كانت طويله، كل ما كان فرصه حدوث المشاكل قليله جدا. علشان كده قوه التحمل بتختلف من شخص للتاني. بالظبط، والقوه العضليه برضو بتختلف من شخص للتاني. يعني الرياضي بالنسبه له، يعني انت عندك مثلا واحد بيلعب تنس ديلي، يعني مثلا يوميا بيلعب الرياضه دي، انت جيب واحد ما بيمارسش الرياضه دي وجربه يلعب كده مثلا ربع ساعه 10 دقايق، لا هيحس بالم فظيع في كتفه اصلا. طيب في عجاله بقى قبل ما نختم، اتفضل. حضرتك قلت لو نام نومه غلط. نعم. ايه النومه الغلط اللي ممكن تؤدي الى الام الكتف؟ بص، انت لو دماغك واطيه جدا، يعني مستوى المخده واطي جدا، ده بيحمل كتير قوي على مفصل الكتف، تمام؟ وبالتالي الضغط اليومي على مفصل الكتف يبدا يحصل الاحتكاك بتاع العظم ده، واحتكاك الوتر العضلي في العظم بيبدا يعمل المشاكل بتاعه القلب. يبقى انت تخلي مستوى المخده بتاعتك في مستوى كتفك، ولا عاليه ولا واطيه، دماغك في المستوى السباينال كورد، مستوى العمود الفقري، ثابته مريحه، وبالتالي الضغط على الكتف ما فيهوش مشكله. يعني لو انا نايم على جنبي، نايم على جنبك بالظبط، وكذلك هي نفس المخده هتستخدمها نايم على ظهرك. في الم حاول بقدر الامكان، لان في بعض الالام من التيبس الكتف ممكن تصحيك من النوم اصلا، يعني ممكن تخليك نايم ومن الوجع تقوم، تبدا تحمل على الكتف الثاني شويه لغايه لما مع اخصاء العلاج الطبيعي تبدا تسيطر على الوضع في الكتف اللي فيه المشكله، تبدا تقدر تتعامل عادي جدا. هو الوقت مع حضرتك بيجري بسرعه يا دكتور رامي، والحديث ممتع وعندنا اسئله كتير، بس للاسف وقت حلقتنا خلص، فان شاء الله على وعد ان احنا نستكملها في حلقه ثانيه. احنا في نهايه حلقتنا بنشكر الدكتور رامي صلاح الدين، اخصائي العلاج الطبيعي والتاهيل وماجستير قسم الاعصاب. نورتنا دكتور رامي وسعدة بلقاء حضرتك النهارده. انا اسعد ربنا يخليك. وبنشكر الساده المشاهدين، ونتمنى نكون دكتور رامي النهارده قدم لنا معلومات مفيده، وعلى وعد بلقاء جديد في حلقه جديده من برنامج المجله الطبيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.